يمكن زي ما الكابتن هاني رمزي قال اختصاصه بالجزء الفني اكتر، وقال ان هو كمان مجهز دراسه كامله يعرضها على الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره علشان يكون العمل فيها رابط بين كل الفرق يا باشمهندس، موحد الهارموني الفني بين كل الاجهزه. بص يا ابراهيم، المره دي تشعر ان في فلسفه جديده في الاداء، الاداء الفني والاداري والرؤيه. واعتقد انه لو تم ضم اخصائي نفسي لهذا القطاع ممكن يبقى اكتر من اخصائي على يعني كل مرحله مع بعضها لتهيئه، لان انا احساسي كده ان الكابتن هاني هيعمل اسلوب اداء فني وخططي واحد لكل الفرق. وهو ده اللي العالم ماشي بيه. يبقى في هارموني اللي هيلعب بيها الفريق الاول بينسق مع وينزل عشان اللعيب ما يشعرش بالنقله او الغربه او انه محتاج وقت عشان يحصل له نوع من الادابتيشن او التطبيع يعني مع الاداء. فدي فلسفه جديده. الاسماء اللي موجوده وتم ضخها في هذا الجهاز اسماء حلوه قوي ومحترمه قوي. صحيح.